حدثنا وكيع حدثني يونس بن أبي إسحاق عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال كان اسم أبي في الجاهلية عزيزا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. حدثنا وكيع حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة أن أباه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسم ابنك؟ قال عزيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسميه عزيزا ولكن سميه عبد الرحمن. ثم قال إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا زياد أو عباد عن الحجاج عن عمير بن سعيد عن سبرة بن أبي سبرة عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ولدك؟ قال فلان وفلان وعبد العزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الرحمن. إن أحق أسمائكم أوي من خير أسمائكم إن سميتم عبد الله وعبد الرحمن والحارثة. حدثنا أبو نعيمين حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن خيثمة قال ولد جدي غلاما فسماه عزيزا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولد لي غلام. قال فما سميته؟ قال قلت عزيزا. قال لا بل هو عبد الرحمن. قال أبي فهو